اريد اسمعك مع البث. لا لا عثمان، عثمان صبحك الله بالخير. صبحك والله بالنور والسرور. قاطل رهيبه. شلون امك؟ ساك طيب؟ طيب الحمد لله. ودك تطلع؟ اشتقت لعمان يا عثمان. والله جزاهم الله خير، الاداره متفاهمه 100%. لو كنت ودي بالانسحاب او كنت ودي بالخروج. ايوه، لكن بس حبيت اوضح من على منبر خذها كايف اسلم، فقط توضيح بسيط اني ما جلست هني. طبعا على منبر خذا، على منبر خذا كاش اللي انت تسقط عليهم وتقول ما عندهم الا سواليف ونقل كلام وما عندهم الا خرابيط. تفضل. طبعا زيك زي متسابق ثاني، تخشون تخشون لحظه تخشون في فقره نايمه مثل المطبخ وتعلقون على خذا كاش وانهم حقان سواليف ونقل الكلام ما عندهم سالفه، وترجعون عندنا هنا من منبر خذا كاش، من منبر خذا كاش، ونبغى خذا كاش عشان نوصل رساله. تفضل. جزاكم الله خير. اول بدايه بس عشان اذكرك ما تفقد الذاكره، مستواي في الاحترام ما يسمح لي اني اقول اشياء مثل قوم خرابيط او اسقط على اي فقره رسميه على قناه. قلت اعظم منها يا عثمان، خلنا ساكتين يا حبيبي. عثمان خلنا ساكتين، قلت اعظم منها. تفضل كمل. قلت خرابيط او قلت يعني كلمه اللي تجرح يعني. عثمان انت تعرف، انت لحظه مفتوحة. عثمان عثمان انت تعرف وانا اعرف انك قلت اعظم من هذه الكلمات، خل الامور تمشي. لا لا الامور بيضة طالع ماركم. لا تخلنا ندقق. مثل ما تقول هذه اشياء اخرى، لكن لا تخلنا ندقق على فقرات. كمل كمل كلامك. اللي اتكلمه بيني وبين نفسي ولا اتكلمه بيني وبين الشباب سواء مني انا ولا من غيري، هذا مجال مفتوح. لكن كأني أسقط على فقرة، أتحداك تجيب لي مقطع واحد يكون أني أسقط ولا قللت فيها من قيمتكم إلا إذا سوالف عادية. ما قللت هذا الموضوع من قيمتنا. ما قللت من قيمتنا. ما قللت من قيمتنا. ما قللت من قيمتنا. ولا راح نسمح حد من قيمتنا. من قيمتنا. ولا نهتم أصلاً في اللي يجي من برا. على كل حال بالمناسبة عشان ترتاح نفسياً. بس بقول لك شيء يا عثمان. بعدين ما حد من برا. لما تقول ما عندهم محاور. نحن كلنا بصندوق واحد. لما تقول. نحن ننجحكم وأنتم تنجحونا. لما تقول. لا ما نطلب تنجحنا يا حبيبي. أنت متسابق هنا، عندك آلية معينة تطبقها، وإحنا عارفين. إحنا عارفين كيف ننجح. تكلمنا عن زراعة النخيل وعن. ما عليك، أمورنا طيبة. أموركم طيبة، بس أنا حبيت أوضح مداخل. يوضح فيها نقطة. اي بس بذكرك عشان. لا لحظة، خذ راحتك. لما تقول ما عندنا محاور، ما عندنا اشياء، لا عندنا محاور ونعرف كيف نطلع بالفقرة، والدليل انك كل مرة تجون هنا منبر خذا كاش نعلن. تفضل اعلن منبر خذا كاش. لا لا عادي، لان منبر القناة لو كان شيء شخصي يعني منبر القناة. لحظة، منبر كان بتفرق بيننا مواضيع. لكن منبر القناة ليش تجيني؟ روح منبر القناة، روح في الريالتي حقك. مستحيل انا مستحيل اروح اعرض مشاكلي في الدروازة ولا في مقادير. لا لا لا، كنفش الروم مفتوح. كنفش الروم وفقرة تخذها كاش. الكنفش الروم عندك مفتوح، الريالتي حقك النايم موجود. ولا كان سويت عرضت مشاكلك في الاسقاط النايمة. اسقاط النايمة؟ ايوه اسقاط النايمة. عندك جبت اسقاط النايمة فسأل عرجاني يمشي كذا. يمشي كذا طفشان، ما هو ما يبغى بس جاي قدر كذا. الامور طيبة. لا لا عادي، انت احيانا الانسان عنده فكرة احيانا تنجح واحيانا تفشل. لا لا جميله يا عثمان، ما عليك من فهد، عجبتني جدا. اسقاط رائعه وكان مقلب لطيف. يعني انا بالعكس هذا المقلب المؤدب اللي 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 ما فيه من كثر من كثر انه ما هو مؤدب نمنا معه. هذا ما ادري انه مقلب يعني صراحه. حتى لا لا ما عرفناك، ما عرفنا يوم لبست القناع، ما عرفنا مع عثمان. يا الله عثمان الله، يوم شال القناع. ايه ما شاء الله، ولا عرف من ذاك احمد العوض هو يمشي القناع كذا وجهه طالع. لا لا عثمان انا ما عرفته مره صراحه، حتى اللعبه وتسجيل الصوت يا اخي. لا ما شاء الله. لا لا ايش هذه الحرفيه الحرفيه. لا 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 شوف عثمان، لا اقول لك عثمان انت الرابي المنقالب صعب دخان. تسلم تسلم. لا لا وليد حنفي على الموضوع، انا كان لو ما داهمني الوقت كانت في اسقاطة عندي قوية جدا. ايوه اقوى من هذه. هاي اصلا هاي اعتبرتها انا مثل ما تقول يعني قبل ابراهيم، خفت اني اكون من المغادرين، فمثل ما تقول خفت ولا انت متعمد. ولا انت كنت تبغى تخرج بس ما مشت معك. لا لا بالعكس، انا لو بانسحب اقدر انسحب باي وقت، وما اظن الادارة انها بتحكر شخص غصبا عليه هني. وهذا شيء في اتفاق بيننا وبينكم. طيب ان الادارة بيننا وبينكم، ان الادارة جزاها الله خير دائما توقف مع المتسابق وقفة الأخ له. الاتفاق اللي بيننا وبينكم يا أخ عثمان أنك ما تقدر تنسحب في أي وقت تبغاه، لأن هناك سياسة برنامج وهناك عقود موقعة وهناك يعني. إذا تكلم كل واحد مش على كيفه من بقي للبرنامج. لكن قلت لك قبل شوي، قلت لك العلاقة بين الإدارة والمتسابقين علاقة إسقاطة يا عثمان يا حبيبي. ليش اشتريت هذه بالله عليك؟ لكن بس حبيت أنوه عثمان. والله حلوة عثمان.
هلا نواف. دخلتك لا احنا اللي فهمناها ولا اللي فهمت الشباب وش يسالون وانا ما ادري وين عايش فيه ناس يلعبون لذلك انت ايش تبغى توجه من منبر اخذها كاش لاني والله ما فهمت. جزاك الله خير والله العظيم انك ما اسقط عليك بس الرجال يقول عندي باقي 10 دقائق ما اسقط والله العظيم يا نواف اقول لك يا من هالمنبر قسم بالله يا انك اختصرت علي مشوار سؤالك هذا يبغى هو صدق ما فهمت من منبر وهذا يقاطع من منبر وهذا يقاطع. جزاك الله خير ايش والله العظيم يا ليتكم قايلين الكلام اللي قاله نواف من بداية اللقاء ولا خسرنا الوقت كامل هذا الموضوع يا طويل العمر يا ليتك استخرت قبل ذا المقلب النايم ذا هاي يا قام قام جايبه هذه شجره صباره تكلم معي ليش لا افتحها انت حتى وقسم بالله حتى الصغار يطالعون فيك قد ذا قد دقيقه اعطيك دليل يا عثمان انك تجاوب على الاسئله باجوبه غلط عشان تطلع يلا تفضل عبد الله الكيرعاني وزملائك اللي كانوا معك كانوا يحاولون يستذكرون من الاسئله الماضيه يستذكرون من اسئله البورصه اسئله البرايمات الماضيه لعل احدها ياتي وانت تسوي مقالبه ضاقت الدنيا الا تسوي مقلب قبل برايمك بخمس دقائق ما هو قبل اي في خمس دقائق لأني قال بفاجئ بخلي المره الماضيه اقول لك ارفع المشاهدات فهد المره الماضيه في البرايم الماضي كنت لابس الثوب اللي داخل فيه اول يوم في القناه كنت حاس اني يمكن اكون من ضمن المغادر اني بكون مغادر ذيك الليله ايوه فالحمد لله ما صرت ودخلت بعدني اليوم مره لاني اعرف ان عندي مشاكل في النقاط عندي مشاكل في المبيعات انزين وهذه الاشياء ان شاء الله بنتجاوزها مستقبلا ونوعد ان شاء الله متابعينا بشكل جبار بس بغيت اوضح اسلم يوم جزاكم الله خير انتم منبر اعلامي قوي ف يعني ودي ان شاء الله انكم انتم تعينونا احنا كمتسابقين بالنقد البناء طيب. اللي هو انه حصل اللي حصل للشباب والعبد يصبر على المقسوم طيب انزين لكن ما تمنيت مثلا انكم قلتوا عثمان تعمد طيب. وعثمان يسقط جمهوره طيب. وعثمان يحاول يعني يصعب الموضوع على نفسه وعلى جمهوره عثمان عقبال ان شاء الله ما تنضم للمعد الجديد مشاري العمر وتعطينا هنا محاور كيف نقولها في فقره خذها كاش اكيد لكن هذا بس ولا تنسى ولا تنسى هذه كلمه للجمهور ولا تنسى ثوبك هذا اللي تبغى تستخدمه او استخدمته بدايه البرنامج أيوة. تكفى غسله وكوى عشان تستخدمه الاسبوع الجاي بعدين انا شفت لا الامور طيبه عاد هاك خلاص خلصنا منه تستخدمه الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا عثمان يستدعى هلا والله فهد اذا عثمان يبغى يخرج عادي يطلع يقول انا بخرج بيض الله وجهك ايوه فهد ما تسوي هذه الحركات فهد كلمه حق اذا رحت للاداره وانت تعرف الاداره اذا رحت للاداره وقلت لهم انا ما عندي استطاعه اكمل وعندي ظروف أمانة هل بيفرضون علي الجلوس ولا بيقولون يعني أن هذا شيء مقدر على حسب لا دي معروفة كل الإدارة وإذا على حسب ظروف لا فهد أيوة فهد إذا سمحت لك الإدارة يا عثمان هل سيسمح لك من في عمان شكراً سؤال أكيد مهم لكن أقول لا إذا سمحت لك الإدارة هل سيسمح من في عمان المن في عمان اقول لك راح يكونوا مشجعين لي سواء في البرنامج ولا لكن خارج الخوارزمي يا عثمان الخوارزمي مؤسس علم الاجتماع هنا يا عثمان انا شوف انا جاك السؤال سابقا يا عثمان مو جديد عليك اقول لك الخوارزمي يا عثمان الخوارزمي يا اخي عثمان الخوارزمي حرام سبحان الله جل من لا يخطئ وانا طيب. كنت في لحظه توتر شوي اي صحيح شكرا يا عثمان كان يعني قبلها اسئله صعبه فشكرا لكم ولكن انا مع جمهور وجمهور ان شاء الله يكون معي طيب استخر شكرا ايش قال